ازيكم يا شباب، اهلا بيكم في حلقه جديده من جيمز تو ايجيبت. النهارده بقى حبينا نتكلم عن لعبه مختلفه تماما عن انواع الالعاب اللي بنتكلم هنا عنها في القناه، واللي قررنا كمان نضيفها لسلسله روشته الالعاب عشان ببساطه اللعبه دي مش بس فاجئت كوميونتي الجيمرز بشكل عام بمبيعاتها الرهيبه، لا كمان عملت لنفسها بوب كلتشر، او بمعنى اخر بقت من اشهر لو مش اشهر لعبه مالتي بلاير نزلت في التاريخ. وانا بتكلم طبعا عن بلاير انونز باتل جراوندز AKA PUBG. وعشان كده النهارده رحلتنا بقى هتبقى على الموبايل بالذات، ونشوف في حلقتنا ايه سبب وراء النجاح الغير متوقع للعبه زي دي، من تاريخ تصميمها وتطويرها، وايه الالهام اللي وراها، وازاي في نفس الوقت حافظت على النجاح دوت لمدار السنين. في اخر الفيديو هيبقى فيه فقره صغيره تيبس اند تريكس او نصايح للناس اللي داخله جديده، او حتى للبلايرز البرو هيقدروا يستفادوا منها. المهم يلا بينا في حلقه جديده من روشته الالعاب في عالم PUBG. I was the first lone survivor of Erengel, but I would not be the last. That search ends here, the place I once called home. Welcome to my battlegrounds. مبدئيا معظمنا في الغالب عارفين وشايفين ان اللعبه دي مجرد متعه في المالتي بلاير بس، لكن بقى السؤال المهم، هل فيها قصه اصلا؟ فيها، وكمان فيها بعض النظريات، والشكر كله يرجع للموسم الرابع اللي وضح لنا ان في بدايه واوريجن لكل التدمير وللنجاه للاقوى. فبالتالي قبل ما اتكلم عن تاريخ السلسله دي سريعا كده هبدا بالقصه، وهتكلم عن النظريات اللي تم توضيحها من داخل العالم نفسه، لانك ببساطه لو عايز تعرف القصه او اللور المتواجد هنا لازم تدرس الخريطه وتاريخ الأماكن نفسها والحقيقة بقى وراء الشخصية المجهولة اللي بتدعى بالرشن. Some say his reach is everywhere. And I think you know as well as I do. He gets what he wants. وهنبدأ بأهم خريطة ومكان في العالم بتاعنا، وهي إيرانجل. ده ببساطة المكان اللي بتولد فيه الدمار الشامل اللي هيعم بقى على بقية المناطق التانية اللي بتمثل عامة روسيا. كانت يوم من الأيام مكان فيه تقدم في كل شيء تقريبا، من الصناعة والاقتصاد عموما وحتى التعليم، بمعنى آخر كانت مطمع للدول الأخرى وحتى من الحكومة نفسها، لأنها كانت معتمدة على ناسها وشعبها. هو باختصار اللي كان مقومها لغاية بقى ما الاتحاد السوفيتي قرر إن هو يتحكم فيها ويعمل لنفسه كذا قاعدة فيها تحت قوانينه وأوامره الخاصة. وبالفعل القائد بتاعهم هتلاقي صوره والتمثال بتاعه في كل حتة، وزي ما احنا عارفين لو في استبداد لازم تلاقي مقاومة، وده بالفعل اللي حصل لأن شعبها ماسكتش. الريزيستنس والمقاومة نفسها كان بيرمزهم العالم الأزرق اللي بنشوفه واحنا بنلعب، والاتنين دول فضلوا في صراع دائم، كل واحد مسيطر على مكان محدد. المقاومة كان بحوزتهم مناطق زي كامشكيو اللي كانت بتساعدهم إن هم يستخبوا بسهولة، وكمان سيطروا على منطقة ستالبر، ده كان اختيار ممتاز عشان مكان عالي فكويس للاتصال والكونكشن بشكل عام ببعضهم. اما بقى الاحتلال السوفيتي كان مسيطر على منطقه جورج بول، اكبر بورت او ميناء لنقل بضائع، فطبعا لازم يستفادوا من المكان دوت، غير ان هو جزء كبير جدا من ايرانجل. حطوا كمان فيه سجن القبض على المقاومه، واتدمرت بقى بشكل كامل زي ما بنشوفه في اللعبه اول ما حصل الكارثه في 1965، انهم يمحوا المكان ده بالكامل بقنابل عبر الطائرات الحربيه الخاصه بيهم. وده بالفعل بنشوفه من منظور سيرفايفر وناجي واحد فقط في المكان دوت اللي شاف اهله وناسه وشعبه ماتوا. الناجي ده بقى بيتسمى ببلايرز انون، ايوه ده اللي متسمي اللعبه عليه اصلا، والعالم بقى لاحقا هيسموه بالرشن. طبعا زي ما انتم عارفين طفولته الوحشيه دي هتطلع شخص غير سوي تماما ومجنون، وده بالفعل اللي حصل لانه حب بلده تبقى زي ما هي، مدينه الاشباح متدمره تماما، وجاله بقى فكره مجنونه ان هو يخليها مكان بيتم فيه المجزره والحروب للأبد. فأنشأ بقى بالفعل مسابقة يجذب بيها الناس حولين العالم كرمز ليهم ان هم يبقوا ليهم فرصة تانية، لان اللي هينجي فيهم زي ما هو نجا في الحياة القاسية هيتحقق له كل احلامه ويبقى من اغنى رجال العالم. والقوانين عبارة عن 100 لاعب هيحاولوا يتخلصوا من بعض، والكسبان هيبقى هو الناجي المستحق زيه بالظبط. وبالفعل الروسي استغل كل ادوات الاتحاد السوفيتي اللي كانت متواجدة والاسلحة كمان المتواجدة في الحرب اللي فاتت، ان هو ينزلها زي دروب او يحطها في اماكن مختلفة، ويراقبهم بقى من بعيد اللي هيحاول يهرب من المكان المخصص ليه هيموت، لان طالما قررت تيجي المسابقه اللي هو عاملها يبقى انت عليك انك انت تنجو فقط.
بس بعد الكلام دوت هل الروسي بقى كان طموحاته في المكان ده فقط؟ لا بالعكس، ده وسعها كمان بعيدا عن روسيا بلاده تماما، واختار بقى مكان استراتيجي تاني وهي حدود امريكا في الصحراء اللي بتمثل طبعا المكسيك، وهي ميرمار اللي عرفنا انها كانت يوم من الايام متقدمة وفيها فرص عظيمة للعمل والثراء عموما عشان وجود تنقيب للبترول، لغاية بقى ما اتدمرت واستولى عليها العصابات المكسيكية. This is my territory. فالروسي بقرر ان هو يستغل المكان ده تماما لانه كان ممتاز لتوسيع خططه، بس كبير العصابات موافقش تماما المشاركة معاه، فالروسي قضى عليه بسهولة واخذ المكان دوت بالكامل. وطبعا الاخبار دي خلت قوة ونفوذ وسيطرة الروسي نفسه على العالم تكبر اكتر. Is he the man who paid you the gold? The one they call the Russian? Is he mafia? Military? وبعد ما هياخد اماكن تانية زي فيكندي اللي بتمثل طبعا كازغنستان اعتمادا طبعا على جوها القاسي التلجي. وعرفنا كمان في الكوميكس ان الروسي بدأ يجمع الكسبانين كل مسابقات اللي فاتت اللي هو عملها واللي نجوا وخلاهم بقى تحت سيطرته الشخصية، بحيث ان هو يبقى عنده زي جيش الخاص ليه لتغيير حروب العالم عامة، ويبقى عنده اقوى قوة في العالم. اللي عمله هنا كأنك بالظبط جبت مثلا شخصية بيج بوس من سلسلة متل جير، بس زائد طبعا عليها دوافع شر بحتة وغير شريفة. وده اللي حصل هنا لان الروسي سمى الفرقة بتاعته بالإليتس. بس من هنا بدأت الدنيا ما تبقاش في صفه قوي لان افعاله زادت شوية، وفي المسابقات نفسها بتلاقي الناس المشتركين بيكتبوا حاجات على الحيطة وبيرسموا رسومات تحذر المسابقين اللي هيجوا بعديهم، وانهم كانوا مجرد دمية او بابت بيلعب بيهم الروسي بمزاجه ومفيش امجاد باللي بنعمله. وده طبعا هيظهر اكتر واكتر في اخر عالم معانا في القصة هنا، وهي سان هوك اللي بتمثل طبعا الفلبين. هيظهر فيها بقى اربع اشخاص محترفين بيتسموا بالسان هوك فور، دول اللي بحثوا بقدر قدرتهم المختلفة عن الروسي وعرفوا حقائق كتير جدا ليه، وحرفيا هم دول اللي بدأوا يقفوا قدام فساده وكمان يجندوا ناس. عرفنا عنهم مجرد اساميهم في الملفات، اول واحد هو دانكن سليد مقاتل في الجيش الامريكي، وتاني واحد اسمه لانشميت ده بوكسير معروف في مدينة التشيك، وتاني واحدة بتسمى بجولي سكيلز دي يتيمة من مدينة رومانيا، واخيرا واحدة اسمها ماديسون مافولترا دي اتولدت اصلا داخل الحروب وكبرت على كده. الاربعة دول بقى اللي دمروا اشياء كتير وخطط الروسي، وقطعوا كمان اتصالاته الكاملة اللي بتوصل اللعبة بتاعته الباتل رويال للعالم كله. وساعتها الروسي تعهد ان هو هيدور عليهم ويقضي عليهم ما ده كلفه. Your lives, your loved ones, everything. All of it now depends on your ability to do one simple thing. Find this Sandhawk 4. ودلوقتي احنا عرفنا القصة وقفت لغاية فين، ومنتظرين طبعا ان هم يكملوها في المواسم الجاية. خلينا بقى نخش على الرحلة التانية والاهم معنا في الحلقة النهاردة، وهي الهيستوري او تاريخ ببجي. ايه هي بدايتها وسبب الهامها في الاصل؟ البداية كلها ظهرت من اول سنة 2000 لما نزل الفيلم الياباني المشهور باتل رويال. الفيلم ده تم اصداره وتقديمه لاول مرة في التاريخ، فكرة ان مجموعة من الشباب يقعوا في جزيرة ويعتمدوا على النجاة بانهم يقتلوا في بعض بشعار طبعا survival of the fittest. الفكرة دي نفسها كانت عبقرية واتشهرت قوي لدرجة ان كلمة باتل رويال نفسها بقت نوع من انواع الجنرا لوحدها في كتابة القصص في الافلام. وبدأ كمان يظهر بالفعل في عالم الانمي عموما زي ديث باريد وسلسلة فيت ستاي نايت، واخيرا طبعا واهمهم الفيلم هانجر جيمز. ده بقى اللي شهر الفكرة دي اكتر واكتر في الغرب وبدأت بقى تبقى عالميا. ومن هنا بدأ الانسبيريشن او الالهام دوت يخش عالم الجيمز على يد المصور والويب ديزاينر اللي بيسمى ببراندن جرين. ده اللي بدأ كل شيء من اول ما عمل المود من لعبة ارما 2 اللي اتسمت بدايز، دي كانت اول حاجة وكانت بداية فكرة اصلا الباتل رويال بالشكل بتاعها، بس طبعا في الزومبي ابوكليبس. والنجاحها دوت خلي سوني انترتينمنت يعجبها الفكره جدا، فخلوه يشترك معاهم في لعبه بتسمى ب H1Z1 مكمله برضو على فكره الباتل رويال. ومن هنا بقى شفنا ديزاينر اللي اسمه تشانغ هان كيم، ده كان من شركه بلو هول، اقنع جرين ان هم يتعاونوا في مشروع جديد يتقدم في اسرع وقت واللي بدا تطويره في 2016. ودي بقى يا شباب كانت بدايه ببجي كوربوريشن عامه اللي نزلوا بايرلي اكسس خريطه واحده بس ومود واحد وكمان بسعر بسيط جدا $20. اللعبة دي كانت مختلفة وليها المتعة الخاصة عن الألعاب الضخمة الحربية اللي كانت قصادها، رغم بقى مشاكلها التقنية اللي كتيرة جدا، بس متعتها كانت غير مسبوقة وبدأت بالفعل تريديفاين معنى الحقيقي للباتل رويال، أفضل من صنع وحسسك بالتنشن ورفعت الأدرينالين إنك أنت تنجو في عالم زون بيتقفل عليك. دي كانت حاجة مهمة جدا، غير طبعا فكرة تقديم القصة لاحقا وخريطة طبعا إيرانجل نفسها اللي كانت ليها روح وتعتبر أيقونية فعلا من اللاند ماركس والأماكن الواسعة. كل الكلام دوت خلى النجاح
النجاح بتاعها غير طبيعي. اتلعب فيها 11 مليون راوند في 4 شهور وعملت 11 مليون دولار في اول 3 ايام. وصلت انها عدت رقم القياسي اصلا اللي كانت محققاه دايما لعبة دوتا 2، وده كان نجاح غير مسبوق وغير متوقع تماما حتى لبريندن جرين نفسه صاحب الفكرة. ومن هنا بدأت شركة ESL تعمل مسابقات لبوب جي. بس طبعا في الفترة دي كانت بوب جي ما زالت بتلقب باكتر الالعاب اللي فيها باجز ومشاكل تقنية كتير، فعملوا بقى كامبين بيتسمى بفيكس بوب جي. ده كان مسؤول ان هو يطلع لنا الجودة الممتازة اللي شفناها بعد كده، ونزلوا بعديها بوب جي لايت للاجهزة الاضعف شوية، بيستفادوا طبعا بكل فئات الجيمرز، ودي كانت حركة ذكية جدا وصراحة ممتازة. واللعبة دي اتشهرت اكتر واكتر لما الشركة الصينية تنسنت عملوا نسخة اصلا الموبايل الخاصة بيها في الصين في الاول، وبمساعدة طبعا بوب جي كوربوريشن عملوا نسختين موبايل فري تو بلاي ببلاش تماما، وده كان سبب اساسي للنجاح. واللعبتين دول كانوا بوب جي اكسلريتنج باتل فيلد وبوب جي ارمي اتاك. بوب جي موبايل حرفيا عملت ثورة فوق 4.5 مليار دولار. ايوه زي ما انتوا سامعين كده، رغم انها اصلا نازله ببلاش، ده كان جنون من النجاح واكتر لعبه مبيعا على الموبايلات، وطفره اصلا مش هنشوف زيها تاني في نظري، وسبب اساسي ان انا اعمل فيديو زي دوت، لدرجه انها حرفيا اتمنعت في بلاد كتير باسم انها خطر على الشباب وبتسبب للادمان. ولاحقا اصلا الناس المسؤوله انها تموديفاي الانريل انجن الخاص بباتل جراوند عملوا بقى لاحقا لعبه فورتنايت. 2019 ببجي بقى عندها 4 خرائط كاملين متنوعين تقدر تلعب فيهم بالسبورت الخاص على 4 منصات مختلفين. وده كان باختصار تاريخ القصير واللي فعال جدا لببجي، وطبعا لسه مكملة لانها من الالعاب اللي لسه مقتنع انها ما زالت مستمرة بتصنع امجاد. دلوقتي بقى هنخش على اخر فقرة معانا وهي التيبس اند تريكس. قول سريعا كده افضل نصايح في نظري لكل اللي عايز يبدأ ببجي موبايل وجاي يستفيد البرو بلايرز كمان. اول حاجة النفسية، ما تزعلش ولا تتضايق لو انت لسه جديد وبتتبهدل، لان فعلا كلنا كنا كده في الاول. حرفيا ده مش تشجيع، لا ده واقع اللعبه دي، بالاخص انها بتعتمد زي ما قلنا على الممارسه والديكيشن اللي هتدهولها. كل ما هتلعب ماتشات اكتر وهتركز باستراتيجيات بهدوء كل ما هتكسب. في نفس الوقت هيبقى ليك مكانتك فعلا في الجيم، لانها زي ما قلت برضو قبل كده انها تختلف عن اي لعبه اونلاين تانية. اما بقى بالنسبه للميكانكس داخل اللعبه، حب دايما انك انت تركز في تحويل الكاميرا من ثيرد بيرسون للمنظور الاول في بعض الحاجات، زي مثلا لو انت راكب عربيه عشان تركز مع الدروب اللي بينزل، وده اهم شيء في اللعبه، حول للفيرست بيرسون عشان تعرف تراقب الدروب. اما بقى لو انت في مبنى وفي واحد مستخبي في الدور اللي فوقيك، افضل حاجه انك تطلع في اي كنبه قريبه منك ووجه سلاحك بالمنظور الاول للسقف وحركه، ساعتها هتشوف مكانه فين بالظبط. انا بحب قوي جليتشات دي، وطبعا ده على الموبايل زي ما قلنا. في نصيحه برضو التالتة، لان انا بشوف ناس كتير قوي بتعمل الحركه دي، ان هم بيرموا السموك جرينيد عامه كنوع من الدفاع ليهم عشان يعرف يهرب. احسن نصيحه انك ترمي عليه مولوتوف، والنار بقى اللي انت هتشوفها بتجري دي فضي خزنتك عليه. الاستراتيجيه الجايه المهمه جدا ولازم تعتمد عليها في كل لعبك عامه، ما تخشش في اي اوبن فاير او مواجهه مع اي حد لو انت مش جنبك كفر، ده الخلاصه. وبرده العكس، ما تضربش على اي حد انت شايفه من بعيد وجنبه كفر، عشان في الغالب هيستخبى وانت مش هتلحق تموته تقريبا، وهيعمل هيلي نفسه وفي اعداء اصلا حواليك عارفوا مكانك كده خلاص. من الاخر ما تضربش حد جنبه كفر. بالنسبه بقى للمواجهات المباشره، مش هوصيك طبعا بالدوج والزجزاج طول ما انت في بعد قريب من عدو قدامك، ولو انت بعيد وفي مسافه كبيره يبقى عليك بالتنطيط والكراوتش. الحركه دي لازم تمارس نفسك بيها دايما، لانك لازم تبقى غير متوقع للعدو اللي قدامك، لانه هو كمان بيعمل نفس الكلام. واخيرا طبعا بالنسبة لي اهم نقطة وفعلا كتير جدا ما بيهتموش بيها، وهي لو انت بتلعب سكواد، ارجوك اختار الفرقة اللي فعلا بتعرف تلعب معها، سواء بقى من اصحابك اللي اكيد في منهم ناس لعيبة، او بالوقت لما تتعرف على الناس اللي بتلعب معاهم. ما تختارش من اصحابك عشوائي، لان الموضوع لو عايز تطور من نفسك وتوصل لرقم محدد وشغل افضل، ركز في النقطة دي جدا. انا عارف ان المتعة اهم شيء، بس ساعات مفيش مشاكل لما تاخد المتعة مع احتراف وتركيز، فحاول توازن الموضوع ده بشكل عام. اهم حاجه اختيار السكواد اللي معاك، كل واحد فيكم يبقى عارف دوره ويبقى في استراتيجيه، وتلاقي كده زي كيمستري وتناغم ما بينكم مع بعض، كل واحد فاهم دماغ التاني في الساحه. ده حاجه انت هتعرف ان قد ايه هي مهمه بعدين، لان اي تيم بيزد مالتي بلاير جيم عموما بعيدا عن ببجي، مفتاح المتعه اكبر والاحترافيه هي المجموعه اللي معاك. كده يا شباب نكون سريعا جبنا لكم معلومات مهمه تعرفوها عن عالم ببجي عامه في حلقه جديده من روشته الالعاب. ما تنسوش بقى في الكومنتات تقولوا لنا حابين نقدم انهي لعبه في السلسله دي، وما تنسوش برضو اللايك وشير وسبسكرايب، ويا ريت تزوروا موقع الستور الرسمي اللي هتلاقوه تحت في الوصف، وهتلاقوا برضو كل مواقع الاجتماعي الخاص بينا. يلا يا شباب، see you in the next video.